بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في هذه المحاضرة بعنوان مدخل إلى أمن المعلومات، الأسس، التهديدات والحلول. معكم جلال شفرور، أستاذ بجامعة سوق أهراس في الجزائر منذ سنة 2013، وقبل ذلك باحث في مخبر إنريا الفرنسي لمدة 3 سنوات، متحصل على شهادة مهندس دولة في الإعلام الآلي من جامعة عنابة في الجزائر سنة 99، ثم الماستر من جامعة غرنوبل سنة 2001، ثم الدكتوراه سنة 2005 من جامعة ران في فرنسا. من الناحية الصناعية اشتغلت لقرابة العقد من الزمن كمهندس تطوير لبرمجية الشبكات والأنظمة المضمنة Embedded Systems عند عدد من الشركات، منها فيليبس، ألكاتيل، وخصوصا تومسون تيليكوم، وهي الرائد العالمي في تطوير موديمات الدي اس ال او راوترات الدي اس ال، والتي تزود بها عدد من كبرى شركات الاتصال في اوروبا وفي امريكا وايضا في بعض الدول العربية. هذه المحاضرة تنقسم الى 3 محاور، سنبدأ ان شاء الله بالمحور الاول الذي يتحدث عن اسس امن المعلومات، حيث نأخذ تعريف بسيط لهذا الفن ونرى الهدف منه وما هي مكوناته والتخصصات الموجودة فيه. في المحور الثاني سنعرج على أشهر التهديدات الموجودة مثل الهجمات البرمجية، القرصنة، سرقة البيانات، التخريب، إلى غير ذلك. ونختم إن شاء الله في المحور الثالث بعرض عدد من الحلول التي يمكن للمستخدم العام أن يتبعها لتأمين معلوماته وأنظمته المعلومية، مثل النسخ الاحتياطي، التشفير، مضادات الفيروسات، إلى غير ذلك. لأن هذه المحاضرة موجهة لعامة الناس، ممكن يستفيد منها أي شخص يستخدم الحواسيب، وليست موجهة للمتخصصين في هذا المجال لأنه ليس فيها معلومات معمقة. نبدأ بتعريف أمن المعلومات، والمعلومات التي نقصدها هنا هي كل البيانات التي يتم إدخالها ومعالجتها في الحواسيب وإرسالها عبر شبكات الاتصال، مثل الوثائق، مثلا وثيقة وورد أو جدول إكسل، مثل أي ملفات موجودة على قرص صلب في أي حاسوب، مثل قواعد البيانات، مثل الوسائط المتعددة كالصوت والصورة، محتويات الويب ومحتويات الخوادم المختلفة المتوزعة عبر الإنترنت. طبعا عندما نسمع لفظ أمن المعلومات، الذي يتبادر ممكن إلى ذهن المستخدم هو منع عمليات الجوسوسة، لكن في الحقيقة أمن المعلومات يشمل أيضا منع عمليات التخريب، منع سرقة المعلومات وتحريفها، منع تعطيل أنظمة المعلومات، منع التزوير والاستعمال غير المرخص للمعلومات. إذن هذا المجال، ما أمن المعلومات أو Information Security بالإنجليزي، يشمل أساليب الوقاية من هذه الأخطار، وكما يقال الوقاية خير من العلاج، لكن إذا قدر الله وقع المحظور فهذا التخصص يشمل أيضا عمليات التقصي والتحري عن الحوادث بعد وقوعها، وطرق استرجاع البيانات وتعافي الأنظمة التي تم تعطيلها أو تخريبها. الهدف الرئيسي من هذا الفن أو العلم هو ضمان 4 أمور تتعلق بالمعلومات. أولا، الأمر البديهي هو ضمان سريتها، بمعنى منع الوصول إليها، إلى المعلومة، وكشفها من طرف جهات، ممكن أشخاص أو هيئات أو أنظمة غير مسموح لها بذلك. النقطة الثانية هي ضمان سلامة المعلومات، بمعنى منع تغييرها من جهة غير مخول لها بذلك، لضمان دقة المعلومات وأيضا كمالها. إذا نمنع عمليات التحريف أو الزيادة أو النقصان التي تطرأ على المعلومات بشكل غير مصرح به. الهدف الثالث هو التوافر، ونقصد به توافر أنظمة المعلومات، بمنع تعطيل الوصول إلى المعلومات وضمان توفرها عند الحاجة لمن يملكها أو لمستخدمها العادي أو لصاحبها. والنقطة الأخيرة في هدف أمن المعلومات هي ضمان عدم إنكار الأطراف التي تتشارك في تبادل أو معاملة تجارية
إلكترونية من إنكار مسؤوليتها عن هذه العملية أو الصفقة، مما يسمى بالإنجليزية non-repudiation. إذا نحن نعرف أن أنظمة المعلومات فيها مكونات أساسية تتمثل أولا في الأجهزة أو العتاد الذي تشتغل عليه البرامج. المقصود بالأجهزة هنا هو أي حاسوب، أي نوع من أنواع الحواسيب، مثل الحواسيب المكتبية، الهواتف الذكية، الخوادم الكبيرة الموجودة على الإنترنت، حواسيب التحكم الموجودة في المصانع بمختلف أنواعها، الأجهزة الإلكترونية الذكية الموجودة في المنازل، مثل ثلاجة إلكترونية، فرن إلكتروني إلى غير ذلك، حاسوب سيارة أو حاسوب أي مركبة متحركة. هذه كلها معنية بالأمن كأساس، أو على أساس أنها عتاد إلكتروني يمكن أن يتعرض لهجمات. طبعا الأجهزة تشغل البرامج بما فيها نظام التشغيل وكل التطبيقات التي يتم تثبيتها عليه، سواء تكلمنا عن برامج تشغيل الحواسيب المكتبية كويندوز، أو برامج مثلا الهواتف الذكية كالأندرويد أو الآي أو إس إلى غير ذلك من البرامج. طبعا البيانات كما ذكرناها وفصلناها في الشريحة السابقة، والشبكات التي يتم عبرها إرسال هذه البيانات بين مختلف الحواسيب، وأخيرا المكون الهام أو الأهم في أنظمة المعلومات وهو العامل البشري، وهو الإنسان الذي يملك هذه المعلومات ويستخدمها، ممكن أيضا يستخدمها كزبون أو كمالك لهذه المعلومات. كل هذه الأجزاء معنية بعملية الأمن أو تأمين المعلومات، لأنها كلها عرضة للأخطار والتهديدات كما سنرى لاحقا. هذا التخصص أمن المعلومات يشمل تخصصات فرعية ممكن نذكر من بينها: تأمين البنية التحتية، أي تأمين الأجهزة والعتاد الضروري لتشغيل أنظمة المعلومات، وأيضا المنشآت الموجود بها هذا العتاد، نقصد البنايات أو الأماكن التي توجد مثلا فيها الخوادم والحواسيب الكبيرة إلى غير ذلك. هناك أيضا تخصص تأمين البرمجيات وقواعد البيانات، وهو معني بتأمين البرامج بأنواعها والبيانات التي تخزنها هذه البرامج وتعالجها أو ترسلها عبر الشبكات. إذن هناك تخصص أيضا تأمين الشبكات، والذي يهتم بحماية شبكات الاتصال من التجسس، من التخريب ومن التعطيل. تخصص رابع يسمى تجارب الاختراق أو penetration testing بالإنجليزية، وفي هذا التخصص مهندس أمن المعلومات يلعب دور المهاجم الذي يحاول اختراق حاسوب أو شبكة حواسيب تابعة لجهة طلبت منه ذلك، ممكن تكون شركة أو شخص مستقل أو هيئة عمومية أو جهة حكومية، يعني لتكتشف الثغرات الموجودة في أنظمتها وبالتالي تقوم بسدها. هناك أيضا تخصص يسمى الجنائية الرقمية Digital Forensics، وهو يشبه ما تقوم به الشرطة العلمية عند حدوث مثلا جريمة، فيتقوم بالتحري والتحقيق بطرق علمية. فعندنا أيضا في مجال الإعلام الآلي، إذا حدثت هجمات أو اختراقات أو سرقة بيانات، هناك مختصين في أمن المعلومات يمكنهم إجراء تحقيق من خلال فحص الأجهزة المصابة أو الشبكات التي تعرضت لهجمات، لمعرفة كيف تمت الهجمة، ما هي الثغرات التي تم استغلالها، من أين دخل المهاجم، ما الذي قام به داخل النظام، ما هي البيانات التي قام بسرقتها أو تعديلها أو حذفها إلى غير ذلك. وهذا التخصص أيضا يشمل عمليات استرداد البيانات، إذا مثلا قام مهاجم بمسح قرص صلب على خادم أو حاسوب، فهناك تقنيات يمكن اتباعها لاسترداد هذه البيانات. هناك تخصص أيضا يسمى بالتقييم الأمني أو الأوديتينج، وهذا يمكن أن يقوم به مثلا مكتب دراسات لحساب شركة أو هيئة معينة عندها نظام معلومات، تقوم بحمايته وفق بروتوكول أو طريقة عمل معينة، فيمكن أن تطلب من مكتب الدراسات هذا التحقق من أنه الإجراءات الأمنية التي قامت بها في نظامها المعلوماتي صحيحة وتوافق بروتوكول معين وليس فيها مثلا أخطاء أو أمور تم نسيانها أو إهمالها.
إذا ننتقل إلى المحور الثاني من المحاضرة، والذي نتحدث فيه عن التهديدات الموجودة أو أشهرها على الأقل، ونبدأ بالهجمات البرمجية والتي تشمل الفيروسات، وهي برامج ضارة تصيب الحواسيب وتعطلها، أو ممكن تقوم بحذف أو سرقة المعلومات التي توجد فيها. هناك أيضا الدود الإلكتروني Electronic Worms، وهو نوع خاص من الفيروسات يقوم بإصابة الحواسيب ثم ينتقل عبر الشبكات إلى حواسيب أخرى مجاورة لها لنشر العدوى. هناك أيضا ما يسمى بالتصيد أو الفيشنج. ولمعرفة المزيد من المعلومات عن الفيروسات، ممكن زيارة مواقع الشركات التي تنشط في هذا المجال، تقوم بتطوير مضادات الفيروسات. مثلا إذا دخلنا على موقع ماكوفي، نجد عندهم قاعدة بيانات كل الفيروسات التي قاموا باكتشافها والمعروفة لديهم، ومعلومات على كل فيروس وكيف يهاجم الحاسوب وما الذي يقوم به هذا الفيروس. وأيضا هناك خريطة على أماكن انتشار هذه الفيروسات عبر العالم. بالنسبة للنوع الثاني اللي هو الدود الإلكتروني، أشهر مثال عليه هو دودة أو فيروس ستاكسنات، الذي هاجم محطات تخزيب اليورانيوم في إيران واكتشف سنة 2010. وحسب المعلومات التي تم نشرها في تلك الفترة، هذا الفيروس تم تطويره بالشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، حيث قاموا بنشره في عدد من الحواسيب في إيران، استهدفت موظفي هذه المحطات النووية، حيث أصاب الفيروس حاسوب أحد الموظفين في منزله. وكان هذا الموظف يستعمل فلاش ديسك يربطه أحيانا الحاسوب الموجود في المنزل وأحيانا الحاسوب موجود في مكان عمله، ومن هناك انتشر الفيروس إلى شبكة الحواسيب الموجودة داخل المحطة النووية، ومنها إلى حاسوب التحكم في أجهزة الطرد المركزي. طبعا أنا لست مختص في الفيزياء النووية، ولكن حسب المعلومات المنشورة يقال بأن ستاكسنات قام بتغيير سرعة دوران أجهزة الطرد المركزي هذه التي تقوم بتخزيب اليورانيوم الخام، زاد في سرعتها بشكل أدى إلى تعطيلها، وبالتالي توقفت عمليات التخصيب. من الأمثلة على الهجمات البرمجية قلنا عنها التصيد، وهو نوع من الاختراقات التي تتم بإرسال بريد إلكتروني مزيف إلى الشخص المستهدف، فإذا فتحه يقوم المهاجم بتنزيل برنامج ضار على حاسوبه لاختراقه وسرقة معلوماته. من الأمثلة الشهيرة على ذلك ما قامت به جهة استخباراتية أمريكية لاختراق شبكة الاتصالات البلجيكية التابعة لشركة بلجا كوم، حيث أرسلوا رسالة إلكترونية لأحد المهندسين في شكل بريد وارد من موقع لينكد إن، ولكن الرسالة كانت مزيفة وكان فيها رابط. لما فتحه هذا المهندس، قاموا باختراق بتنزيل برنامج اخترق حاسوبه، ومن هناك اخترقوا باقي الحواسيب الموجودة في الشبكة. ولما انتبه البلجيكيون لهذا الاختراق، قاموا بتغيير كل عتاد الشبكة الموجود عندهم بما فيها الحواسيب والخوادم والراوترات والسويتشات إلى غير ذلك. طبعا هذا مثال على رسالة فيها عملية تصيد. هذه الرسالة في الغالب مواقع التي توفر خدمة البريد الإلكتروني مثل جيميل تستطيع التعرف عن طريق على فلترات معينة على هذا النوع من الرسائل الضارة، وتضعها في مجلد سبام. ومن الأمارات التي تدل على أنها رسالة ضارة، وأنه إذا رأينا اسم الشخص المرسل في الغالب لا يتوافق مع عنوان بريده الإلكتروني، وتجدون في الرسالة رابط إذا ضغط عليه المستخدم الذي يستقبل الرسالة فسيقوم بتنزيل برنامج دار ويخترق حاسوبه وربما الحواسيب الموجودة في الشبكة المجاورة. من التهديدات الموجودة أيضا عندنا سرقة الملكية الفكرية، سرقة الملكية الفكرية عفوا عن طريق قرصنة البرامج وبراءة الاختراع.
احنا عنا في اغلب الدول النامية البرامج تباع في شكل اقراص مضغوطة سي ديز، فيها نسخ مثلا على الويندوز او الفوتوشوب او مايكروسوفت اوفيس، وكلها نسخ مبرمجة، عفوا مقرصنة، وفي الاغلب تحتوي على فيروسات. من الهجمات الشهيرة عنا ايضا انتحال الشخصية، والهدف منه هو سرقة بيانات شخص معين والوصول مكانه إلى معلومات مهمة أو الاستفادة من خدمة يستفيد منها هذا الشخص، تكون مدفوعة وقد يعني اشترك فيها. فيقوم المهاجم بانتحال شخصيته عن طريق تقنية تسمى الهندسة الاجتماعية، بحيث يقوم المهاجم بسرقة بيانات هذا الشخص مثل تاريخ ميلاده أو أشياء المفضلة مثلا اسم حيوانه المفضل أو اسم سيارته المفضلة، ويستعملها لإعادة إنتاج كلمة مرور جديدة في بريد الإلكتروني أو أي حساب مستهدف، ويتمكن بذلك من الدخول إلى هذا الحساب. وقد حدث هذا مع عدد من المشاهير الذين تم اختراق بريدهم الإلكتروني، لأنهم حينما قاموا بتسجيل هذا البريد عند اختيار كلمة السر يطلب منك في الغالب الموقع أنك تجيب على عدد من الأسئلة، مثلا ما هي مدرستك المفضلة أو الشارع الذي كنت تسكن فيه في سباك أو أمور من هذا القبيل. فإذا أجبت عليها بشكل صحيح يمكنك الموقع من إعادة استرداد الحساب بإنتاج كلمة مرور جديدة. أيضا من أشهر التهديدات عن سرقة الأجهزة والبيانات، خصوصا الأجهزة المحمولة، وسرقة البيانات عن طريق الاختراق أو عن طريق التنصت. الاختراق يعتمد على استغلال نقاط ضعف أو ثغرات تسمى Zero Day Exploits تكون موجودة في البرامج. بما أن البرامج هي منتوج بشري والبشر معرضون للأخطاء، فأغلب البرامج التي تطور توجد فيها أخطاء أمنية لا ينتبه لها المطور أحيانا، لكن يعثر عليها المهاجمون ويستغلونها للتحكم في هذا البرنامج، وربما من خلاله التحكم في نظام تشغيل الحاسوب الذي يستعمل في هذا البرنامج. وممكن يتم الاختراق أيضا عن طريق أبواب خلفية أو ما يسمى الباك دورز، التي يضعها المطور عن قصد في البرنامج الذي يبيعه لجهة معينة بغرض الجوسسة. أيضا هذا مثال على اختراق وقع لموقع فيسبوك وتم الإعلان عنه في أواخر سبتمبر، بحيث استغل المهاجم فيه ثغرة كانت موجودة في برنامج أضيف في الفيسبوك حديثا، ومن خلالها دخل المهاجم على الموقع واستطاع سرقة بيانات تقريب 50 مليون حساب على الفيسبوك. إذن أمر خطير جدا. مثال ثاني على الاختراق تم النشر عنه في مجلة نيوزويك التابعة لشركة بلومبرغ، وسمي في وقتها ذا بيج هاك، لكن للأمانة تم تكذيبه من طرف الشركات المعنية به مثل شركة أبل وأمازون. القصة هو أنه موقع نيوزويك قال بأنه عدد من الخوادم الكبيرة التي تستعملها شركات مثل أبل وأمازون في الحوسبة السحابية الكلاود تستعمل بطاقات أم، يعني ماذر بوردز مثل هذه، يتم تصنيعها في الصين على أساس تصميم إلكتروني يرسل لهم من طرف الشركة المطورة للماذر بورد. فاكتشفوا أن المصنع الصيني أضاف مكون إلكتروني زائد على المكونات الأصلية الموجودة في التصميم. هذا هو المكون، يعني صغير جدا، أقل من رأس قلم الرصاص. وهذا المكون يفتح ثغرة في نواة نظام التشغيل الذي يعمل على هذه البطاقة، ومن خلاله يتصل بخادم آخر موجود على الإنترنت ويقوم بتحميل برامج ضارة، ممكن مثلا تقوم بالتجسس على أي برنامج أو أي بيانات تمر عبر هذا الخادم. أيضا من أشهر التهديدات الموجودة عمليات التخريب التي تهدف إلى تعطيل أنظمة معينة، مثلا تعطيل موقع الويب لإلحاق أضرار مادية ومعنوية به. مثلا إذا كان موقع تجارة إلكترونية وتعطل، فلا بد أن تكون هناك خسائر في طول الفترة التي يكون فيها الموقع معطل، أو ممكن يكون التخريب بغرض تشويه سمعة هذا الموقع إذا كان تابع مثلا لحكومة معينة أو جهة عندها أعداء يسعون إلى تشويه صورتها.
هذه الهجمات التي تصنف في خانة التخريب تتم غالبا بشكل هجمات تسمى denial of service أو رفض الخدمة، عن طريق زيادة الضغط على نظام معلوماتي معين حتى يتعطل. إذا كان موقع ويب فترسل له طلبات تفوق طاقته فيتوقف الموقع عن العمل. ومن الأمثلة الشهيرة عن هذه الهجمات ما حصل في أوكرانيا سنة 2013، حيث تم شل شبكة الكهرباء بالكامل، ووقتها وجهت أصابع الاتهام نحو روسيا. هناك موقع على الإنترنت يتحدث عن هجمات تعطيل الخدمة أو رفض الخدمة الموزعة التي تسمى Distributed Denial of Service. يعرض فيها هذا الموقع أكبر الهجمات التي تم رصدها عبر العالم، وكما ترون مصدر الثقل في الغالب يكون أمريكا وعدد من دول آسيوية. بالطبع يمكن تكبير الخريطة واختيار بلد بعينه، مثلا هنا الجزائر كان هناك هجمة بتاريخ 26 سبتمبر، كان حجمها تقريبا 84 ميجا بت في الثانية، ودامت لمدة 8 دقائق، واستهدفت حاسوب موجود في الولايات المتحدة. طبعا ممكن يكون المهاجم نفسه موجود في الجزائر، وممكن يكون الحاسوب هذا الذي انطلقت منه الهجمة نحو أمريكا هو نفسه مخترق من طرف ثالث موجود في دولة أخرى، وقام باستغلاله لتنفيذ هذه الهجمة الموزعة. من التهديدات الموجودة أيضا في أنظمة المعلومات هجوم طلب الفدية أو رانسوم وير كما يطلق عليه بالإنجليزية، حيث يتم سرقة وتشفير بيانات شخص ما أو جهة ما وطلب فدية لإرجاعها له. ومن الأمثلة الشهيرة على ذلك فيروس واناكراي الذي أصاب الآلاف من الحواسيب عام 2017، بحيث تظهر هذه الرسالة في حاسوب الضحية ويطلب فيها المهاجم دفع فدية هنا $300 باستعمال العملة الرقمية البيتكوين لهذا الحساب في أجل زمني محدد، كي يتمكن صاحب الحاسوب من استرجاع بياناته إذا كان يحتاجها أو إذا كانت مهمة. ننتقل في الجزء الثالث والأخير من المحاضرة إلى عرض عدد من الحلول التي ينبغي على المستخدم العام اتباعها لحماية نفسه من هذه التهديدات وتأمين أنظمته المعلوماتية. أولا، من المهم جدا استعمال البرامج الأصلية وتفادي المقرصنة، خصوصا إذا تعلق الأمر بنظام التشغيل بحد ذاته مثل نظام الويندوز والبرامج الشهيرة مثل المجموعة المكتبية أوفيس، لأن أغلب البرامج المقرصنة تحتوي على فيروسات ضارة. يفضل أيضا استخدام البرامج الحرة ومفتوحة المصدر مثل توزيعات لينكس، لأنه بما أن مصدرها متوفر ومفتوح فيمكن مراجعته وقراءته لمعرفة ما إذا كان به ثغرات أو أجزاء ضارة. وفي الغالب المصادر المفتوحة المستخدمة بكثرة تتم مراجعتها من طرف عشرات أحيانا مئات أو ربما حتى آلاف المبرمجين قبل أن يتم توزيعها. من المهم أيضا تحديث البرامج باستمرار، لأن التحديثات يكون فيها تصحيح للثغرات ونقاط الضعف التي قد يستغلها المهاجمون. أيضا يجب تفادي نسخ البرامج أو تنزيلها من الإنترنت إلا إذا كان من موقع موثوق، مع التحقق من أن الملف الذي تم تنزيله هو الملف الأصلي الذي نشره صاحب البرنامج، وليس ملف تم التعديل فيه بغرض الاختراق أو وضع فيروس أو غير ذلك. وهذا التحقق ممكن إجراءه باستعمال هاش كود، هو رقم كبير يتم حسابه انطلاقا من الملف الأصلي، وبعد التنزيل يعاد حسابه. فإذا كان يختلف عن الرقم الأصلي الذي نشره صاحب الملف، فمعناها أن الملف الذي تم تنزيله هناك جهة قامت بتعديله أو حدث له خطأ أثناء إرساله عبر الشبكة. أيضا يجب تفادي وسائط التخزين غير الموثوقة مثل الأقراص ومفاتيح USB وذاكرة الفلاش. إذا كان وردت من جهة مجهولة فالأفضل عدم وصلها بالحاسوب إطلاقا، لأنه أحيانا بمجرد وصل مثلا USB
ستيك بالحاسوب تتم عملية الاختراق أو ينتشر الفيروس ويعدي كل البرامج الموجودة في الحاسوب. إذا كان لابد من وصلها بالحاسوب فالأفضل فحصها باستعمال مضاد فيروسات قبل استعمال أي شيء موجود فيها. من المهم أيضا استعمال عمل نسخ احتياطية دورية للبيانات الهامة وتخزينها في أماكن متفرقة سواء للأشخاص أو للشركات أو للجهات الحكومية. مثلا دوريا كل ليلة أو كل أسبوع يتم عمل نسخة احتياطية ووضعها على قرص خارجي يخزن في مكان آخر، مثلا في خزنة تابعة للبنك، أو يتم تحميله على الإنترنت في الكلاود بعد تشفيره طبعا. ففي حالة ما إذا تم اختراق النظام المعلومات وحذف البيانات الموجود فيها فيمكن استرجاعها انطلاقا من النسخة الاحتياطية. أيضا يجب التحكم في الوصول إلى الحواسيب والأنظمة والمواقع باستعمال كلمات مرور قوية واستعمال مثلا البصمات البيومترية أو المفاتيح الرقمية، وأيضا التوثيق ذو عاملين أو Double Factor Authentication الذي سأشرحه في الشريحة التالية. أيضا كما قلنا يجب استعمال كلمات مرور قوية يعني فيها خليط بين الحروف الكبيرة والصغيرة، الحروف اللاتينية والأرقام والرموز المختلفة الموجودة على لوح مفاتيح الحاسوب كي يصعب اكتشافها من طرف المهاجم. إذا كان الواحد عنده عدة حسابات في عدة مواقع في الإنترنت أو عنده عدة أجهزة يشتغل عليها فمن الأفضل يضع لكل واحد منهم كلمة مرور مختلفة حتى إذا تم كشف إحداها تكون باقي الأنظمة وباقي الحسابات في مأمن. أما إذا كان واحد يستخدم نفس كلمة المرور في كل المواقع التي عنده فيها حساب على الإنترنت فإذا تم كشف كلمة واحدة فسيتم سرقة أو اختراق كل حساباته. لهذا الغرض ممكن استعمال برنامج تسيير كلمات المرور مثل لاست باس، والفكرة فيه هو أن هذا البرنامج يقوم بتخزين كل كلمات المرور المستخدم سواء التي يستخدمها في مثلا حسابه الإلكتروني أو حسابه على موقع تجارة إلكترونية أو موقع منتديات أو شبكة اجتماعية إلى غير ذلك، ويكفي المستخدم أنه يتذكر فقط كلمة مرور هذا البرنامج مثلا لاست باس، ويستطيع من خلاله الدخول على المواقع الأخرى تلقائيا وحتى صناعة كلمات مرور قوية وجديدة وتخزينها في هذا البرنامج. إذا هذه صورة عن خاصية الدخول أو التوثيق المضاعف أو Double Factor Authentication، وفكرتها المبدئية هو أنه عدد من المواقع يوفر هذه الخدمة في إعدادات حساب المستخدم يمكن تفعيلها مثلا في موقع جوجل أو الفيسبوك. والفكرة تقوم على أن الموقع يتحقق من هوية المستخدم باستعمال عاملين، أولا كلمة مروره وثانيا هوية الحاسوب الذي يقوم من خلاله بالدخول على الموقع. فإذا غير حاسوب أو استعمل حاسوب جديد مثلا إذا تم سرقة كلمة المرور ففي الغالب المهاجم سيستخدم حاسوب آخر ليدخل على حساب الضحية. في هذه الحالة الموقع يكتشف هذا الحاسوب الجديد ويرسل رسالة إنذار لصاحب الحساب. مثلا أنا عندي حسابي على جوجل، في مرة من المرات استعملت جهاز جديد كان فيه نظام الويندوز مع متصفح الأدج للدخول على حسابي، فجوجل أرسلت لي على هاتفي الذكي رسالة إنذار تخبرني بعنوان الاي بي الذي تم منه الدخول والبلد، وتسألني إن كان هذا الدخول معروف لدي، يعني هل أنا الذي قمت به أو هناك أمر مشبوه. إذا كنت أنا الذي قمت به تنتهي عملية التأكيد، أما إذا كان هناك شك مثلا إذا كنت أعرف أني لست أنا الذي دخل على هذا الموقع فأضغط على هذا الزر، وفي هذه الحالة يطلب مني موقع جوجل تغيير كلمة المرور التي يستخدمها. هذا صورة عن موقع لاست باس، إذا ممكن التسجيل فيه باستعمال عنوان بريد إلكتروني وكلمة سر، وهذا الموقع يقوم بتخزين كلمات المرور الأخرى التي ندخل بها على مواقع مختلفة، و
عنده إضافة توضع فيها المتصفح مثل فايرفوكس هنا، وهي تقوم تلقائيا بتعبئة كلمات المرور هذه عند الدخول على هذه المواقع لتسهل العمل على المستخدم. من أنجع الحلول في مجال أمن المعلومات هو استخدام مضادات الفيروسات وتحديثها بشكل دوري. هناك عدة مواقع تعرض مقارنة بين أشهر مضادات الفيروسات الموجودة مثل هذا الموقع Avi Comparatives. إذا دخلنا عليه ممكن نرى مثلا دوريا عمليات تجربة لمختلف مضادات الفيروسات المعروفة ونسبة النجاح في الكشف عن الفيروسات المعروفة. مثلا هناك مضادات فيروسات تحقق نسبة 100%، بمعنى أنها تغطي كل الفيروسات المعروفة في تلك الفترة. طبعا يجب تجنب مضادات الفيروسات التي عندها نقص في مجال التغطية. من الحلول المهمة أيضا استعمال الجدر النارية أو الفاير وولز، وهي برامج خاصة تشتغل على الحواسيب وعلى راوترات الشبكات بحيث تحميها من الاختراقات التي تأتي من خارج الشبكة، وتسمح فقط بالبيانات والبرامج المرخص لها للدخول للشبكة والدخول على حواسيب المستخدمين. من الحلول الهامة أيضا تشفير البيانات باستعمال برامج حديثة واختيار إعدادات تشفير مناسبة. مثلا هناك برنامج فيرا كريبت الذي يمكن استعماله على عدة أنظمة مثل ويندوز، والذي يقوم بتشفير ملفات بعينها أو تشفير كامل القرص الصلب. ومن المهم هنا عند التشفير اختيار خوارزمية قوية مثل IIS مع مفتاح تشفير يكون كبير نوعا ما، مثلا 256 بت. التشفير أيضا موجود في الشبكات في شكل شبكات الـ VPN، وأيضا في الكثير من الراوترات، مثلا راوترات الشبكات اللاسلكية واي فاي تستعمل تشفير اسمه WPA2، يضمن سرية المعلومات التي يتم إرسالها عبر هذه الشبكات. يمكن أيضا استعمال برامج مراقبة حركة البيانات في الشبكة والتي تسمى Intrusion Detection System، بحيث إذا لاحظت حركات مشبوهة أو بداية هجوم فهي تخبر مباشرة مدير الشبكة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومنع الاختراقات. من المهم أيضا استعمال الشهادات والإمضاءات الإلكترونية في كل المعاملات الإدارية، مثلا بين المواطن وإدارة جهة حكومية معينة، والمعاملات التجارية لضمان أمرين: أولا الوثوقية، يعني التحقق من هوية الأطراف المعاملة، ومنع الإنكار إذا كان هناك صفقة تجارية تمت مع بنك أو شركة كذا، فمهم أنه نمنع أنه أحد أطراف الصفقة ينكر أنه أجراها أو ينكر أنه أرسل أو غير معلومات معينة. من الحلول الضرورية أيضا يجب عدم نشر عنوان البريد الإلكتروني إلا للضرورة القصوى، يعني وضعه بشكل نصي في الإنترنت هذا يشكل خطر، لأن هناك برامج تقرأه بشكل تلقائي وترسل لك فيروسات أو محاولات تصيد واختراق. إذا كان لابد من وضعه في صفحة ويب فالأفضل استعمال صورة فيها البريد وليس نص مباشر. أيضا يجب عدم فتح الرسائل الإلكترونية الواردة من جهة مجهولة لنفس الأسباب السابقة. عدم فتح روابط ومرفقات الرسائل إلا بعد فحصها بمضاد الفيروسات. بعض المواقع التي توفر خدمة البريد الإلكتروني تقوم بهذا الفحص بشكل تلقائي قبل أن تسمح لك بتنزيل المرفقات. يجب التأكد المستمر من عناوين الويب والروابط قبل عفوا قبل استعمالها، يعني عند إدخالها في المتصفح يدويا أو عند الضغط على رابط معين. عند قبل الضغط إذا وضعنا عليه مؤشر الفأرة سيظهر الرابط في الشريط الأسفل للمتصفح، ويمكن التحقق من أنه رابط صحيح وليس رابط يؤدي إلى موقع ضار. من الأفضل استعمال البروتوكول HTTPS إذا كان الموقع يوفره، والانتباه لأي تحذير يصدره المتصفح، لأنه مثلا إذا كان هناك موقع يستخدم شهادة ميتة انقضى أجلها مثل هذا المثال، فإن المتصفح هنا فايرفوكس يستطيع الكشف عن ذلك ويعرض عليك رسالة تحذير
ويدعوك للتراجع وعدم دخول هذا الموقع، لأنه ممكن تكون فيه برامج ضارة أو فيروسات. أيضا يجب عدم إدخال أي كلمة سر أو معلومة شخصية في أي موقع أو أي تطبيق على حاسوب أو هاتف ذكي إلا بعد التأكد من أمرين: من هذا الذي يطلب كلمة السر ولأي غرض، وذلك لتفادي هجمات انتحال الشخصية والهندسة الاجتماعية. إذا كان واحد يريد يدخل على البريد الإلكتروني، فمن العادي أنه يجيب على طلب كلمة المرور، لكن إذا كان يتصفح منتدى أو موقع أخبار أو موقع عام وفجأة تظهر رسالة تطلب منه معلومة شخصية أو بريد أو كلمة سر أو بريد إلكتروني، فهنا يجب توخي الحذر وعدم إعطاء مثل هذه المعلومات. أيضا عند التسجيل في أي موقع، عند فتح حساب جديد، يجب مراجعة شروط الخدمة. في الغالب إذا كانت الخدمة مجانية، فهذا يعني أن السلعة أو الثمن هو معلومات المستخدم نفسه، لأنه هذا الموقع سيستغلها في عمليات الإشهار أو بيعها لأطراف ثالثة، وممكن تكون عندها نيات غير سليمة يعني. أيضا إذا أرسل الواحد منا رسالة لعدة أشخاص، فالأفضل وضع عناوينهم في الخانة المسمات BCC أي Black Carbon Copy لتفادي نشر الفيروسات والسرقة إلى غير ذلك. عند استعمال البريد الإلكتروني للتسجيل في موقع غير هام، من الأفضل نستعمل بريد إلكتروني مؤقت لتفادي الإشهار المزعج وتفادي عمليات الاختراق والتصيد. وسنعطي مثال على مثل هذه المواقع. أيضا من المهم استعمال برنامج يصد الإعلانات أو الإشهارات مثلا AdBlock Plus في المتصفح لتفادي المشاكل التي سبق ذكرها، وأيضا توفير سعة الإنترنت، لأن الإشهارات في الغالب تكون في شكل صور أو ملفات فلاش تأخذ حجم من سعة الاتصال. هذا مثال على بريد إلكتروني. إذا أردت أن أرسل يعني إذا أردت إرسال رسالة لعدة أشخاص، فالأفضل عدم وضعهم هنا في الخانة الأولى، ولكن الضغط على BCC ووضع العناوين هناك. وبهذا الشكل كل واحد منهم من الذين يستقبلون البريد لن يرى عناوين الأشخاص الآخرين، وبالتالي إذا كان هو حاسوبه مصاب بفيروس، فهذا الفيروس لن يتمكن من قراءة هذه العناوين وإرسال رسائل ضارة إليها في محاولة إلى نشر نفسها واختراق هذه الحواسيب الأخرى. هذا مثال على موقع يوفر خدمة البريد الإلكتروني المؤقت، يمكن العثور عليه أو على المواقع المماثلة له بالبحث في جوجل. مثلا نضع كلمة temporary email، فبمجرد الدخول على هذا الموقع يفتح لك علبة بريد مؤقتة ويعطيك عنوان يمكن أن تستخدمه للتسجيل مثلا في منتدى حوار. المنتدى سيرسل لك رسالة للتأكد من هويتك، تظهر لك هنا فتقوم بالتأكيد، وبعد ذلك بمجرد أن تغلق الصفحة تختفي هذه علبة البريد لأنك لا تحتاجها في المستقبل. بهذا الشكل نكون أتينا على نهاية هذه المحاضرة. أتمنى أنكم استفدتم منها، وإلى لقاء آخر بعون الله.